أنا مش حرامي، أنا مش حرامي، أنا طايش، أنا مجنون، أنا طول الله في برسيمه، أنا اللي يقول علي حرامي أضيعه، أنا بمسي التماسي أجدع تماسي أحسن تقول إن أنا ناسي. دن 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 القرع لما استوى قال لي الخيار يا لوبيا. من الاول علشان الناظر. يعني اعمل فيك ايه؟ عايز افهم اعمل فيك ايه يا ولد؟ اعمل فيك ايه؟ يعني معروف كده، ده انا هكسرك وهكسر عظمك. يا عم تكسر مين؟ ده انت مياس ولد. مفيش جدع يفكري صديق عزيز. قرب قرب. قال لك ايه؟ قال لك قال لك شوف يا محترم، اللعبه دي كانت في روما 500 ليره وكانت في لندن بجنيه استرليني، وكرامه لمهاشم عملناها ب 9 مليم. قال ايه؟ ابقى فتاه النار والكهرباء، تحط الكهرباء على دماغها تنور، على صدرها تنور، على اي حته تنور، والطريق للي خارج والاربعه برباص. بس يا ولد، بس يا ولد، منك ليه يا ولد؟ ما شاء الله بلغت بيك الجرأة والوقاحة يا أفندي تتشعلق على مواسير مدرسة البنات الداخلية اللي جنبنا. طب ليه ما شوية؟ روح اسرق المدرسة اللي في أول الشارع. أنا ما كنتش بسرق. ما كنت طالع على المواسير بتعمل إيه؟ بتسلكها؟ كنت طالع عدي درس خصوصي لتلميذة في الداخلية؟ أخ أخي أخي يا ولد. أخ إيه؟ تلميذة جميلة قوي يا حضرة الناظر. أنتوا عاوزين تودوني السجن؟ عاوزين تودوني النيابة؟ يا حضرة الناظر. نعم. يا سيد عبد المعطي. أفندم. أنا أشرفك قوي. أنت؟ أنا متخصص في دروس توجيه. أنت يا سائق توجيه تدي دروس لتوجيهي؟ لا، ما هي المصيبة يا حضرة الناظر إن أنا بدي دروس للطالبات حلوة قوي. ازاي؟ المقرر كله كله اكره في ليله واحده. الدرس اللي اديه لطالبه لا يمكن تنساه طول حياتها. شيء عجيب. لا وايه؟ ايه؟ لا وشوف حكمه ربنا يا مسلم، شوف حكمه ربنا. ايوه ولد. كل الطالبات اللي بديهم دروس ينجحوا. لا يتجوزوا. وهم يتجوزوا من هنا ولا اسقط من هنا. ليه هي الدروس اللي انت بتدرسها لهم دي مش زي الدروس اللي احنا بندرسها هنا في المدرسه عندكم؟ ما كانش حد فالح يا بيه. ما دروسي غير دروسكم. ازاي؟ انا دروسي انا حضره النظر تختلف عن دروسكم. ليه؟ ما حلال. ليه؟ قلت لي ليه؟ ايوه. انا لما باخد البيت من دول أي. اديني ودنك عشان ده سر. اي اديني ودنك. اي اي لا لسه لسه اخلي بعقلك يا ولد. يا ولد اي 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 انا عايز ادي دروس خصوصيه. مراهق او النظر بتاعنا ده خلص من الكلام يا جدع. ده خلصان يا جدع خالص. لا احنا نبعت نجيب ابوه ونقول له على كل حاجه. وعد هذا مرسي. اوعى تكون اديت البيت بتاعت دروس هذا مرسي. عيب يا صديقي، احنا اصدقاء ولا يمكن توقع بينا. طب جدع مرسي. شوف بقى يا حاج النار، انا تاكدت دلوقتي ان محدش شلف ابني الا الولد ده. ده تلفني انا يا محترم. ما ده لازم يترفض يا حاج الناصر. ايه ده؟ ايه جاي مع مين ده؟ لا استنى. انت جاي مع مين؟ استنى بقى، ما حدش له دعوه، ده معايا انا بقى. بابا أرجوك ما تسمحش لنفسك بتقييم الموقف بدون دراسة مسبقة، وإلا هتخرج بمفهوم خاطئ تنعكس على رغبتك ابتداء في تلويث الآخرين. الأمر اللي جعلني في النهاية مضطر للدفاع عن صديقي بصرف النظر عن أي اعتبارات أسرية بعيدة عن أرض الواقع. ما اشربش الشاي، أشرب الزوزة. خلي بالك يا
كلام كبير. ايه يا واد ده؟ كبير. ايه الكلام الكبير اللي قلته لابوك ده؟ ده انت افحمته. لا خد بالك الراجل واقف ازاي. مفحوم. نزل ايدك جنبك قدام ابنك عيب. نزل ايدك وانت نافع. الله يشفيك يا عم. طلعت الناس. الفاش ده مش ممكن يتقفل، لكن الولاد ده لازم يترفد. انا هقابل مدير المنطقه بنفسه واكلمه. شوف لنا سجاره معاك. والدي بابايا ابصيري. شوف يا ولد انت يا ولد. ايه يا نظر انت يا نظر. انت فعلا لازم تترفد. ليه؟ بايظ. بقيت برابطكم بقالك 3 ايام ابوك قلب عليك اسكندريه حته حته. تقدر تقول لي كنت فين يا ولد؟ ها؟ كنت فين يا ولد؟ ها؟ ده اخر مره وقيله بالعصايا على ام راسك هدغدغها. كنت فين يا ولد؟ كنت ببيروت. تعمل ايه ببيروت؟ بذاكر مع واحد صاحبي. يا سلام. وما تعرفش تذاكر الا في ما وراء اعالي البحار؟ ما عنديش كتاب جغرافيا. الكتاب بتاع الوزاره ما بفهمش منه حاجه. ابويا مش عايز يديني ربع جنيه اشتري كتاب. اعمل ايه؟ قصط. لا العفو اصلك هتنجح. يبقى تعالى قابلني في تربتي لو نجحت ولا لو شميت النجاح ده. ايه؟ قصط. لا ينجح. فاهم انه هينجح يعني. لا 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 يا حبيبي لا. ايه مصط؟ لا يا اخويا ما تنيل على عين امي وسط. لا يا عينيا. هتنفعني انت لما مصط؟ لا يا حبيبي. هتخش الجامعه بدالي لما مصط؟ لا يا نور عينيا. ده انا بقول تروح تذاكر مع واحد صاحبك في بيروت. اديك قلت اهو بعظمه لسانك. لازم اشخط فيك يعني؟ اللي الادب والمسخره بتاعت النصار بتوع العياب دي. ما ده حاجه عجيبه يعني. لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني. يا جدع قدك ده يا جدع. قدك ده يا جدع. انا اقلبها لكم هنا بقى. انت روح هناك. روح هناك حاجه. ما كنت كويس قاعد كويس. امشي من قدامه ساعاتي.